بيونومان النتات المهضومين اليوم يلي رح نحكي عنهم بتفصيل أكثر مع كندا بأرض ورد. صباح الخير. صباح الخير غادة. كتير مهضومين. مهضومين لأنه أنا كمان بحبهم كتير. رح نحكي اليوم عن الأريكا، بس قبل رح نحكي عن نبتة كمان سبق وحكينا عنها كتير، وهي من النباتات يلي فعلا منحبها كتير ببيوتنا بالسالون أو بحيالة محل، لأنه من النباتات يلي كتير سهلين. وقتها زرعناها بالمي، أخذنا فسخة وزرعناها بالمي، اليوم رح ننقلها على التراب. عم نحكي عن الزاميوكولكاس، هيدا اسمه الطويل الصعب، بس لما منشوفها منعرف أيها البلانت. وبعتقد كتار من اللي عم بيشوفونا كمان بيشاركون الرأي. تقريبا صار لها 3 أسابيع. أوكي يلي عملناه بوقتها شلنا هالغصن يلي كان شوي ميل بال بالبلانت، هيك كان شوي صار طويل، وقلنا انه اذا بناخذ الراس تبع الغصن مع الوراق تبعوله بناخذ هالطول هيدا، يعني تقريبا عم نحكي 20 سنتي بركي. اوكي ومنشكه بالتراب. اكيد شلت الوراق يلي موجودين تحت على الكعب، ودغري قصينا محل ما في ورقه، وهذا يلي صار عندي جذور موجودين تقريبا طول اطول فرع موجود هو شي 2 سنتي وشوي. هلا بس نعرف شغله، انه عاده تنزرع نبته بالمي بتشرش بسهوله، يعني اكثريه النباتات بنحط فسخه بالمي بتشرش. اذا بدي اني ارجع انقلها على التراب ما لازم خليها تطول كثير، هيدا هو الطول المناسب لحتى انقلها على التراب، بين 2 ل 3 سنتيمتر هو الطول الافضل انه ننقلها، ما لازم تتعدى ال 5 سنتي. شو بيصير؟ يلي بيصير انه بس تتعود على المي، الجذور يلي بتربى بالمي بتبقى بيضة كتير، بتبقى فيها مي كتير. بتصير بتتعود انها تسحب المي بسهوله اكثر من يلي موجوده بالتراب، يلي بتعمل قشره طبقه تحميها من النشاف من الجفاف، مشان هيك بس ننقلها من بعد وقت كثير طويل ما بقى رح بتصير يعني التأقلم صعب كثير، وممكن انه ما تعيش النبته. فاذا انا ناويه اني انقلها على التراب ما نطول، بعدين لحتى يضلوا الجذور ما يتاثروا، لانه اذا كان بلشوا يبرموا بدي احطهم بالتراب ما رح اقدر احطهم بشكل مزبوط. كمان سؤالي الثاني انه اذا عم نقول خلانيها بالمي وتأقلمت مع المي، بس هيدي منا يعني النبتة معودة على المي، قديه فيها تعيش معنا بالمي؟ هلا وقت نقول العربيشة مثلا بتعيش، لأنه هون عم نحكي عن نبتة مش لأن أقلمي بالمي أو لا، عم نحكي عن عن نبتة أصلا بطيئة، يعني النمو تبعها نمو بطيء. اوكي بالمي لا ما رح يمشي حالها كثير منيح، وهيدي نبته ما بتحب السقايه. اذا مذكرين نحن دائما بنقول الزاميوكولكاس هي من النباتات اللي فيها سقايه مره كل اسبوع، مره كل اسبوعين حتى بالصيفيه، ما بيصير لها شيء ابدا. واذا يعني قللنا الري افضل بكثير من انه نكتر، ومن النباتات اللي فعلا بتتحمل قله المي، بالتالي مش هيك ما بتعيش كتير بالمي. العربيشة بلا، في كتير أنواع من العربيشات يلي فينا نخليها وفينا نخليها تكبر، ومنشوف ورق كتير أكيد ما بتعيش مثل وقتها بتكون بالتراب، بس بتضاين 2 3 سنين يعني ممكن أنه تعطيني وتفرع منها كمان. هون زاميوكولكاس فينا نزرعها، كنا عم نسأل إذا فينا نزرع بهالوقت من السنة أم لا. عادة هيك نباتات يلي هي نباتات داخلية ونبتة من أصول استوائية فينا أنه نزرع بهالوقت من السنة. بعد عنا نحن بلبنان تقريبا شهر ما بتبرد الحرارة، مش رح تنزل كتير، يعني ما رح تنزل بتخيل تحت 10 تحت الصفر 15 حتى، يلي هي عادة هيدي الحرارة يلي معدلة ويلي بتناسب الزاميوكولكاس. يلي عم نعمله عم نعمل محل للجذور، بدنا نجرب ننزلهم قد ما فينا بدون ما نضايقهم. اوكي
منا عملية أبدا صعبة يعني، اللي عملناه قبل كان أصعب، هو إنه نعرف ننقي نختار الغصن وإنه نتركه بعدين يشرش، وبدنا بس ننزلها قد ما فينا تكون جالسة بدون ما خلي هالجذور هيدول يطووا بقلب التراب. هلا بدنا نوصل بس ما نوصل لفوق تاني عقدة، أوكي ما نغمق كتير. عم نشوف بقايا الورقة يلي كانت شوي لأنه منا مقصوصة على الآخر، بتشوفي في شوية متل عفونة على الورقة مش هيك، بس منا مأثرة على الغصن، منا مأثرة لأنه خلص يعني شرشت. وهيدي نبتة قوية يعني، هيدي نبتة عادة قليل كتير لحتى تمرض. أكيد بدنا نشد مظبوط على الورقة. هلا التراب ما لازم يكون كتير ناشف، لازم يكون شوي رطب مثل ما عم نشوف، شوي يلزق على الايدين قبل ما نزرع، وبعدين رح نسقي. انا وعدته لعماد ما رح كب له كتير مي على الطاوله فما رح كتير نسقي، بس نحن بالبيت بدنا نسقي نتاكد انه التراب شرب مزبوط. يمكن اول دفعه من المي رح تنزل، ايه لانه التراب بعده عطشان، بعدين يمشي حال. وهيك بنشوف انه بدنا نثبت مزبوط الغصن، رح يوقع كمان لانه منه بعد ثابت، منه ثابت. اوكي رح ننطر لبين ما التراب يبلع المي مزبوط، نرجع منكبسها. اوكي من فوق بتقولي يمكن نزيد شوية تراب او لا؟ لا ما في لزوم ابدا نزيد تراب، بس هو تحت ينشف. بعد لازم انه نسقي مرة بس ما رح نسقي هون خلص. اوكي شفت ما شرشرت مرة هذا هيدي لا فينا نحط اذا ضروري نسقي هلا، خلينا هو لازم انها تنسقى، بس هلا بنسقيها ونرجع بعدين. بس هيدي هي الفكرة بس يلي بدي انها توصل، انه نشبع مزبوط، واهم شيء تنكبس، واهم شيء انه تكون العقده يلي فيها الجذور هي يلي مغروسه بالتراب، تنوصل لتاني عقده، ما نوصل اكثر من هيك. ما بدنا كثير نغطسها بالتراب، بصير في عندي عفونه لانه هون ما بقى رح تعطي شروش. اوكي كمان بدها مره تنكبس. بعتقد هلا ثبتت. اوكي اذا هيدي نبته لكل المواسم. رح نشوف امتين بدها تبلش ترجع تعطينا عن جديد ورا، وبانتظار الزاميو كولكاس عنا نباتات بالشتويه غاده بتعطي اشكال حلوه كثير، منها الاريكا يلي كمان موجوده حدنا يلي حلوه انه بتزهر بفصل الشتاء، وبسموها كمان تير دو بروير او البلانت دو بروير، يعني هالنبته يلي بتلاقيها بغابات اوروبيه يلي بتطلع تحت الشجر، وعاده بتطلع بمحلات تكون كثير التراب غني بمواد عضويه، لانه بتكون الشجر عم بهر على الارض، والارض بتبقى كثير فيها تفكك للاوراق، فبتعطي حموضه كثير قويه. وتحت هالاشجار هيدي اللي بتبقى رطبه، بتبقى بهالوقت من السنه اخذت مي كثير واخذت غذاء كثير، لانه بلش يتفكك هالوراق، بتطلع هالنبته الصغيره الحلوه اللي شايفينها يلي اسمها اريكا بلونين. هون عم نشوف بعد مش مبين اللون تبعولها يلي هو لون الزهر، ولكن كمان في لون ثاني يلي هو اللون الابيض. هلا صحيح انه هي بتطلع بهيك محلات، بس نحن فينا نزرعها عنا بتتحمل، يعني هي اساسا بتطلع بهيك اماكن، ولكن بتتحمل انه تنزرع كمان تتاقلم لحديد التراب يكون مش كتير حمضي، ميل شوي على الكلسة معلش، بس مش يكون صخري، يعني مش بمحلات يلي فيها صخور كتير. عادة نحن عنا بالجنينات إذا بدنا نزرعها
نزرعها بمحل يكون منه كتير معرض للشمس، يكون في عندي ساعتين لثلاث ساعات من الشمس بالنهار مش أكتر من هيك إذا عم نحكي برا. بس وقت اللي بدنا نزرع بدنا نخلط مع التراب، التراب الأسود يلي هو حمضي أو أسيدك عادة لحتى نعطيها الحاجات يلي هي بدها إياها. عادة بنلاقيها نحن بالمشاتل مثل هالوقت وبنستخدمها كنبتة داخلية لأنه بنستفيد منها أنه عم بتزهر بهالوقت من السنة، وبعدين خلص نرجع نغيرها بنباتات تانية. إذا حبينا فينا أنه نخليها بجنيناتنا بعد ما تكون زهرت نرجع نزرعها لحتى ترجع سنة اللي بعدها بفصل الشتاء تزهر وتعطيني هالألوان الحلوة. ما كثير عنا خيارات بفصل الشتاء، مش هيك بتضل الأريكة واحدة. ما فينا نقول ما كثير عنا خيارات، أنا كل ما أقول ما عنا خيارات بتجيب لنا أشياء جديدة كندا. وأنا خلصت الشتوية من الأشياء، أكيد مش قد الصيف. مش قد المواسم الثانية، مش هيك الأريكة هي واحدة من النباتات اللي كثير بنحبها لأنه بتلون بشكل كثير كثير حلو. أنا ما بقى قادرة إني أنطر حتى نشوف اللون، جبناها مسكره بعد بس نرجع بتصير كلها ملونه بتعطي شكل كثير حلو كبينة. عاده استخداماتها بالجنينات هي بالاماكن يلي بتكون بنزرع فيها بنسميهم يعني الماس فيجيتال، يعني بيكون في خليط من كل النباتات موجودين، وبدك انك تحطي بقع من الالوان بتضوي بقلب الخضار يلي موجود، تستعملي نبته الاريكا قد ما فعلا بتعطي شكل حلو كثير. كثير حلوين اليوم عن جد، بالتوفيق لنبتتنا. بدنا ننطر شو لازم ننطر هلا شي شهر؟ مزبوط، نطرناها تقريبا ثلاث اسابيع لحتى يصير في عندي هالجذور هيدول. بدنا نرجع ننطر تقريبا بين اربع لست اسابيع تبلش شوف في عندي تغيير، اذا كان بلشت تعطيني اي هيك ورقه معناتها انه نجحنا ومش حال. اكيد رح ننجح، اكيد رح ننجح حياتها لانه كمان ظروفهم بالاستوديو مليمتا صحيح، وعم تقدر انه تعطينا. ميرسي كندا، ميرسي غدا. خليكم معنا مشاهدينا، اكيد ناخذ بريك ونرجع من تحت.